في موضوع شائك جدا. صحيح وشائك وموضوع شائك اوفر وصعب ومحرج وكل حاجه في الدنيا. بس انا ليا يعني يمكن انا هقول وجهه نظري مع هتقولي وجهه نظرك في الموضوع ده بالذات. بس مش هبتدي بوجهه نظري، هبتدي بالمشكله الاول. صح. المشكله ان احنا النهارده في دايما حساسيات في موقف الفلوس مع الزوج. يعني دايما يقول لك كنت اخواتي تحاسبوا. أيوة. لو حرص هتخون مش ايا كان كده. انا يعني بقول ايه، هل الزوجة لما تقف جنب جوزها يعني اقساط شقة مثلا، هو دفع المقدم هي بتدفع الاقساط او بيدفعوا الاقساط بالنص، هل يقسموا الشقة نصين في الاسم في اسمها في العقد يبقى باسمها واسمه؟ هل لو هي بتساعد في البيت وبتساعد في الحاجات دي فما يشتروا حاجة يبقى بالنص؟ هل ايه تاني ممكن يحصل؟ ملف المالي. ملف المالي عامة، ملف المالي. انا طلعت فلوس من عندي من مجهودي وشقايا وتعبي، وجوزي طلع فلوس من عنده من مجهوده وشقايا وتعبه، وفي حاجه جمعتنا، في حاجه عقار جمعنا. انا دايما اقول ايه بقى لو كنت اخواتي اتحاسبوا؟ بس لو كنت اخوات، هم مش اخوات، هم ازواج. حتى لو زوج وزوجة، بس عايزه اقول لك حاجه، ده ما يزعلش حد. والراجل لو زعل في حاجه زي كده يبقى نيته مش كويسه. بيزعل. لا ما يزعلش. لا ما ينفعش يزعل. حطي المبدا حتى من لو الأول. قال انه مش زعلان بيزعل. معلش. وتتهم الست اللي يعني لو لفتت الانتباه والنظر انها شاركت وساعدت ومحتاجه تبروز حقها، تتهم بانها ست ماديه، وتتهم بانها ست لا. مش اصيله، وتتهم انها ست مش جدعه. الحقيقه انه حقيقي الموضوع ده موضوع صعب جدا. اوعوا تفتكروا ان احنا عندنا الاجابه الشافيه والحل النموذجي ابدا. احنا بنطرح ده مع حضراتكم لانه بتجيلنا اسئله فيه كتير، في كل مشكله وليها حل. والحقيقه انه حتى في حياتنا العاديه كتير من صديقاتنا او معارفنا يجوا يسالوا عن اصل انا بساعد وبدفع الاقساط بس الشقه باسمه او الارض باسمه ليه؟ او العربيه باسمه، والحقيقه انا محرجه مكسوفه. طب هيقول ايه؟ هيقول ايه في ايه؟ هيقول عليا ايه؟ هيقول انت مخوناني؟ هيقول انت مش ده انت مدياني حياتك وعيالك وبتاع ده. هي مخوناه وهو مش مخونها ليه؟ ما اسمعيني بقى نتكلم صح. ايوه انا اقول دايما التعاملات الماليه عشان نرتاح كده ونبقى حلوين مع بعض من اول الحياه، من اولها. ما اجيش اعمل جدعه في الاول وبت بقى ما بيهمهاش الفلوس واحط فلوسي ومش مهم جوزي. لا، من اول يوم كده. من الخطوبه قصدك؟ من ما هي لو جايه من الخطوبه تبقى سهله. لا يعني من اول يوم حقك وحقي، ما ده ما يزعلش يعني حد. انا ابقى مخطوبه لواحد يا نونو، فصالونات او حب سواء بقى مثلا سواء اقول له ايه يعني؟ لا يعني مش اقول له، اقول له يحصل ورقه وقلم. لا 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 خالص، كان ده مش درجة ورقة وقلم. امال اعملها ازاي؟ مش ورقة وقلم، لكن انا اللي بقوله طب الحياة حصل فيها مساهمة، لو في اولاد مرة انت معاكي فلوس بتدفعي الاولاد، مرة ومعاها فلوس بيدفع الاولاد، يعني الحياة مساهمة بين الزوجين. صحيح. انا مش وده معترضة. ما كانش موجود يمكن مش معترضة خالص على المساهمة. يعني لو جه في بداية الموضوع كده طبعا خلاص اتجوزنا وبنأسس حياتنا مع بعض وهي بالزبط. بتشتغل وجي قال لها بصي انا عجبانه الشقه دي، تعالي نطلع لمستوى افضل مثلا في شارع احسن، ده احسن لاولادنا. ما هو ده الكلام اللي بيستخدم والحقيقه تمام، ده احسن لاولادنا ولينا. فانا هدفع المقدمه اللي هي كذا وده اللي معايا، وفاضل الاقساط اللي هي كذا، انت عارفه انا بقبض مرتب كذا، وانت كملي او 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 أنا مثلا انا ادفع الاقساط وانت تدفعي البيت مثلاً. ايوه هل في الحاله دي على طول مفيش هزار تقول له أيوة. الشقه هنكتب الشقه باسمنا احنا أيوة. الصياغه تبقى عامله ازاي؟ لا تقول له طب يا حبيبي ماشي انا معاك مفيش مشكله خالص وتمام، والاول توافق وتمام ما عندهاش مشكله ونظبط امورنا. ساعه ما هيبتدوا يروح يمضوا العقد قبلها بيوم كده تروح قايله له طب يا حبيبي انت هتعمل لي ايه؟ هنكتب الشقه باسمنا مع بعض، يعني ايه انا وانت مع بعض امان للعيال ويبقى ايه امان ليا وليك.